مشاهدينا الاوفياء، تحيه رياضيه واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من ميكروسبور. اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين على فريق الوداد البيضاوي من بعد احتلاله المراتب الاولى في البطوله الوطنيه الاحترافيه. اليوم امام فريق كنابس المدغشقري، واش يقدر فريق الوداد انه يعطي اكثر ويمشي ويوصل في عصبه الابطال الافريقيه؟ بقوا معنا مشاهدينا. ان شاء الله الوداد تكون تقول الكلمه ديالها مستقبلا في عصبه الابطال. تنتمناو حد موفق جميع الفرق الوطنيه. ما تقدرش حيت هي ما عندهاش مستوى ديال تلعب في افريقيا شويه مرتفع عليها. الا اصلا الا داس هاد سميتو هادو غتطيح مع تي بي مازيمبي ما غدير والو. ونسيني عليها انا من دابا ما غدير والو مع تي بي مازيمبي غيتخسر. انا راه جاو كنشجعوا الفريق الوداد ان شاء الله، وان شاء الله باغي نتفوز وتحصل على شي مرتبه مزيانه في الاتحاد الافريقي. الحمد لله حنا رجاويين وكنشجع الوداد. دابا الوداد ان شاء الله غتمشي بعيد في التحسن. من لهنا واحد 3 سنين هذه كانت الوداد ما كاينش، ما عطاوش الشاك. دابا حاليا كاين، تنتمناو يكون الاحسن ان شاء الله. الوداد هذا العام هذا غدا مزيان ولا في البطوله تقد زعما توصل لشي نتيجه مزيانه. اي لاف ويدا ويدا ديما ويدا ديما ويدا. اذا مشاهدينا الاوفياء، وصلنا لنهايه الحلقه من ميكرو سبورت. سؤالنا النهار اليوم كان هو على فريق الوداد البيضاوي، فبعد ما احتل المراتب الاولى في البطوله الوطنيه الاحترافيه، واش اليوم امام فريق كنابس المدغشقري غادي يقدر يعني يفوز بعصبه الابطال الافريقيه ويعطي اكثر فيها؟ من خلال الاراء ديال المواطنين، المجموعه ديال الناس قالوا بلي فريق الوداد البيضاوي هو فريق كبير بقياده المدرب الويلزي جون توشاك، وكيضم لاعبين محترفين. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه. موعدي كيجدد بكم في حلقه رياضيه اخرى. دائما على شوف سبور، ودائما على شوف تي في. تبقاو على خير.